طبعا السلام عليكم. السلام عليكم هذه معروفة أخواننا المشاهدين والمشاهدين معروفة. اليوم معانا كيف ما وعدتكم وقلت لكم الحلقة اللي فاتت تو نجيبها لكم بروحها. الحلقة اللي فاتت جبت لكم ظناها ما صدقتوش ما صدقتوش، لكن تو جايبها لكم هي بروحها. اليوم معانا احدى المناضلات الثوريات اللي رفع روسنا فوق، ورغم ظروفها الصحية الصعبة ورغم القصف إلا أنها أبت أن تأتي وتظهر معنا في البرنامج. فتحية لها على صمودها. هذه الدجاجة هي التي أنجبت الثلاث بيضات الخضراء. ما هو ما صدقتوش لما جبنا لكم الدحي، ما صدقتوش. هي الدجاجة بروحها جبنا لكم، وحقا إننا نفخر بها ونفخر بأولادها الشوشيو الأبطال. ولعلمكم أخرى، هذه الدجاجة قاست الأمرين في تتحاي هذه الدحيات، حيث أنها جابتهم بالعملية القيصرية، أفضل العملية القيصرية. فتحية صادقة لهذه الدجاجة على صمودها، وتحية لشوشيها الأبطال. خلنا نعطيهم وحدها. اليوم جايب لكم سبحة حلوية، سبحة حلوية. البلا فيهم، البلا فيهم، البلا فيهم. خوضوا خوضوا الدواء المزلزلة، دواء حلوية يا ابويا. مش حاجة سهلة. خوضوا هذه حلوة قطنة. البلا فيهم، البلا فيهم. هذه زيادة. بعد خطرها أرجع. سيد ما تبطل تصريحات يا سيد. جبت لنا ليلة الجياب يا سيد، عارف ليلة الجياب؟ جبت لنا ليلة الجياب في الركب أخويا. دخلوا بير الغنم، دخلوا بير عياد، دخلوا الدفنة. بتكبر في الشورخ ليه يا أخويا؟ وقعت دماغنا. ما تطلع من نفخنا يا سيد. دخلنا بير الغنم. ما تقول عندي بقرن نيه لبوطاقوق يا سيد. عارف بوطاقوق اخويا؟ بوطاقوق قولون البقر يا سيد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قبر عون نضت، قبر عون تقلعت كلها وطلعت في مسيره مليونيه وتحمل الرايه الخضراء بطول 4 كيلو و22 سنتي. الله أكبر. تكبير. الله أكبر الله أكبر. أيوة نعم نعم. أي والله نهار مبارك يا جماعة. خذوا الخبر الساخن أخرى. أي خبر؟ خبارة بطلوتها، تسمعوا بها الخبارة بطلوتها. هذه خبر تقول شارب طاسة منقى مسقعة. ما هو قلت لكم نار مبارك الدجاجة هذه قدومها قدوم خير علينا. أسمعوا الخبارة. ثوار بريطانيا على مشارف نوفربول وكتائب كاميروني ومرتزقاته يتقهقرون إلى الخلف. ذوق يا كاميروني، ذوق الشلط. أهو الشلط اللي مش شلطك، أهو الشلط اللي مو شلطكش. ما هم ثوار الفيسبوك يا أخوي، هم ثوار الفيسبوك. أمسك مجاك. ولعلمكم أن هناك فيديو سنعرضه عليكم، وفيه أحد الثوار الإنجليز يقف على مشارف نيفربول ويقول ويقول أي وصل رسالة لكاميرون، ويقول له coming coming، أي بمعنى جايينك جايينك.
ويقصدون بذلك أنهم سيهاجمون وسط لندن ويهاجموه في عقر داره في باب العزيزية في لندن. فاصل ونواصل. خلونا عاد نشرب قهوة لأن أنا عندي سكر وعندي الضغط وما غايب علي بلا. وبعدين فاصل.